يا آل بيت الصدر رمز نضالنا بدم انتشقنا الماضيات عيونا من جدكم موسى لبستم حلة بيضاء زينها الأدر تزينا والليث في كلاه فرق جمعه قد دق في شيطانهم أولا الحقيقة أتمنى مو بس أنصار التيار الصدري، أتمنى أن العراقيين يشرفونه، يوقفون وقفة مشرفة إزاء ما يحدث في غزة من إبادة جماعية وتجويع وترويع وخوف ورعب وإرهاب. وأنا أقول أن كل عراقي يفطر برمضان وأهل غزة ما عندهم فطور هذا ظالم لنفسه مبين. حبيبي ما يصير كون نتكافل، كون واحد يدعم الآخر ونوصل واجبنا لهم. هم مو ما محتاجين لنا، هم شرفونا وأعزوا الجهاد وأعزوا الإسلام بأفعالهم وبجهادهم، فخلنا نوقف وقفة مشرفة من أجل طاعة الله وحب الوطن وحب الجهاد وبغض الإرهاب والاستكبار والاستعمار. كل هذا مهم عندنا. وشكرا. يا آل بيت الصدر رمز نضالنا بدم انتشقنا الماضيات عيونا من جدكم موسى لبستم حلة بيضاء زينها الأدر تزينا والليث في كلاه فرق جمعه قد دق في شيطانهم اسفينا الجمعة العصماء كان أساسها وتكاملت رغم العوائق فينا هز العروش أبو المؤمل وامتطر سرج الخلود مسددا ورصينا قاد الجموع وصيه والمبتدى فالحرب عند المبتدى تمرينا كالسرايا أقسمت ألا ترى وجه العراق مجهما وحزينا أكرم بهم من فتية قربى لهم.